بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 29. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا. وقال سبحانه وتعالى: وهدى وبشرى للمؤمنين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. في هذه الآيات كسابقاتها هي في الحديث عن اليهود وما جرى منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الله، بل ما جرى منهم مع أنبيائهم وكتابهم الذي هو التوراة. فهم يعتذرون عن اتباع هذا القرآن وهذا الرسول بأعذار، يعتذرون بأعذار يبررون فيها لأنفسهم الامتناع عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن الكريم. منها أنهم قالوا إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ومنها أنهم قالوا قلوبنا غلف. ومنها ما ذكره الله في هذه الآية، أنهم قالوا لو كان الذي نزل بالقرآن غير جبريل لآمنا به، لكن لما نزل به جبريل عدو لنا فلا نؤمن به. أما قولهم نؤمن بما أنزل علينا فهذا معناه أنهم يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ويقولون نحن في غنى عن محمد، نحن عندنا كتاب وعندنا رسول نؤمن بما أنزل علينا، فلسنا بحاجة إلى أن نؤمن بالقرآن. وهذا معناه جحود أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس بما فيهم اليهود والنصارى، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. هم يقولون إما أن يقولوا إن محمدا غير رسول، وإما أن يقولوا إنه رسول ولكن رسالته ليست إلينا وإنما هي للعرب خاصة. وهذا تحكم منهم
وكذب على الله سبحانه وتعالى، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لجميع الجن والإنس وأوجب طاعته على الثقلين، وأوجب على الثقلين اتباع هذا القرآن الكريم، لأنه ليس رسولا إلى العرب فقط وليس كتابا للعرب فقط، وإنما هو رسول الله إلى الناس كافة وكتاب الله للناس كافة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كافة، لم يقتصر على دعوة العرب بل دعا الناس كافة، وصار يكاتب الملوك والرؤساء، ملوك العرب وملوك العجم وملوك الفرس، كاتبهم صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وإلى اتباعه صلى الله عليه وسلم، كما كتب إلى هرقل عظيم الروم، فقال عليه الصلاة والسلام في كتابه: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي إنك تتحمل من اتبعك على الكفر من رعيتك حتى الأريسيين وهم الفلاحين. فقال له: أنت بين أمرين، إما أن تسلم فتسلم وتحصل على الأجر مرتين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، هذا في أهل الكتاب، أو الأمر الثاني أنك لا تسلم فتتحمل آثام أمتك الذين يتبعونك. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، وكتب إلى الملوك ملوك الأرض يدعوهم، هذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مرسلا إلى العرب خاصة، وإنما هو مرسل إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. إذن بطل قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأن الذي أنزل عليهم يأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبطل قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وصار كذبا وافتراء لا حقيقة له.
وأما قولهم قلوبنا غلف، يقولون نحن ما نفقه ما تقول، قلوبنا لا تفقه ما تقول ولا تقبل ما تقول، يعتذرون بأن قلوبهم لا تقبل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دامت ما تقبل ما يقول الرسول فإنه لا يجب عليهم اتباعه. الله جل وعلا رد عليهم بقوله بل لعنهم الله، بل لعنهم الله بكفرهم، فليست قلوبهم لا تفقه ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هم يفهمون ويعرفون، ولكنهم عاندوا واستكبروا وحسدوا، فعند ذلك طبع الله على قلوبهم بكفرهم، بسبب كفرهم هم السبب، ليس السبب أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس واضحا أو أنه لا يفهم، بل هو واضح بلسان عربي مبين، ولكن السبب هو أن الله لعنهم بسبب كفرهم وطبع على قلوبهم عقوبة لهم لما لم يؤمنوا به أول مرة، وهم يعرفون أنه حق. وفي هذه الآية جاءوا بعذر آخر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام والإيمان، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من الذي ينزل عليك من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدونا، لأنه ينزل بالعذاب والعقوبات فلا نؤمن به، لو كان الذي نزل بالقرآن ميكائيل لاتبعناك، لأن ميكائيل موكل بالقطر والنبات وما فيه حياة وما فيه حياة للناس وحياة للأرض، فلو كان الذي نزل عليك هو ميكائيل الذي ينزل بالقطر والنبات والحياة لاتبعناك، أما الذي ينزل عليك جبريل الذي ينزل بالخسف والعقوبات ودمار الأمم فهذا عدو لنا ولا نقبل. قال الله سبحانه وتعالى قل، أي قل لهم يا محمد، أو قل لهم أيها النبي، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فجبريل ينزل بالعذاب وينزل بالعقوبات وينزل بالخير أيضا وينزل بالوحي، وهو عبد مأمور يدبره الله سبحانه ويأمره كيف يشاء، لا يتصرف من عند نفسه، وإنما هو رسول كريم وملك كريم أعطاه الله من القوة والأمانة ما اختص به من بين سائر الملائكة، فهو الرسول الموكل بالوحي، لأن الملائكة أصناف، كل صنف موكل بعمل يقوم به، جبريل موكل بالوحي وموكل بأخذ الأمم الكافرة بأمر الله سبحانه وتعالى، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور فتحيا الأرواح بعد موت، يحيى الأموات إذا نفخ في الصور، طارت كل روح في القرن الذي نفخ فيه إلى جسمها
فتحيا تحيا الأجسام من قبورها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم بالليل والنهار يتعاقبون على بني آدم، وهناك ملائكة موكلون بالأجنة في بطون الأمهات، وهناك ملائكة موكلون بقبض الأرواح عند الوفاة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هؤلاء الملائكة موكلون بقبض الأرواح، وكبيرهم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا كبيرهم، وهم معه ملائكة. فالحاصل أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام كل له عمل، وأعظمهم وأكرمهم جبريل عليه الصلاة والسلام الذي وكله الله بالوحي الذي به حياة القلوب، الذي به حياة القلوب، وميكائيل الذي عنده القطر والنبات، القطر الذي به حياة الأرض بعد موتها، حياة النبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور فيحيى الأموات من قبورهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يفتتح تهجده بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فلماذا خص هؤلاء الثلاثة؟ لأنهم موكلون بالحياة، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأموات من قبورهم. فلذلك خصهم صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو جبريل عليه السلام، ملك كريم سماه الله روح القدس، هذه التسمية العظيمة: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وروح القدس هو جبريل، نزله يعني نزل القرآن من الله جل وعلا. وفي الآية الأخرى سماه الروح الأمين، وإنه لتنزيل، وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا وصف للقرآن. والشاهد في قوله نزل به الروح الأمين على قلبك، مثل ما في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى وإرادته، ما جاء به من عنده، جبريل ما جاء بهذا القرآن من عنده،
وإنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ورسول بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه رسول بين الله وبين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو عبد مرسل ومبلغ عن الله جل وعلا. ليس هذا القرآن من صنيعه ولا من اختراعه ولا من كلامه، وإنما هو كلام الله جل وعلا حمله الله إياه وأمره بأن يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للأمة. فهذا هو جبريل عليه السلام، فإنه نزله على قلبك، نزله على قلبك بإذن الله، أي ليس من عنده، وإنما هو بإذن الله أي أمره ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وقال على قلبك لأن القلب هو محل الاعتبار ومحل العلم ومحل الخشية لله عز وجل. القلب هو ملك الأعضاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو محط الاعتبار والتفكر والعلم والخشية لله عز وجل، وهو بيت الإيمان واليقين. ولذلك قال نزله على قلبك، ولم يقل نزله عليك، بل قال على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك. فالعلم محله القلب وليس محله اللسان، محله القلب، نزله على قلبك. فإذا علم القلب علما صحيحا واستقام على طاعة الله استقام البدن، وإذا عمي القلب عمي البدن. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب عليه مدار عظيم، صلاح القلب صلاح للبدن، فساد القلب فساد للبدن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويكرر هذا الدعاء. فتقول له عائشة رضي الله عنها: أتخاف يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. المدار على القلوب. نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. هذا القرآن ما جاء بشيء يخالف الكتب السابقة التي نزلت على الأنبياء، حتى يقولوا إن هذا القرآن مخالف لما نزل على الأنبياء فلا نتبعه. لو كان كذلك لكان لهم شبهة، لكن القرآن مصدق لما بين يديه أي لما سبقه من الكتب، ومتفق معها على التوحيد والعبادة، متفق معها تمام الاتفاق. فهذا علامة على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، لأنه موافق لكتب الله.
أما لو كان مخالفا لها فهذا دليل على أنه ليس من عند الله. فهذه حجة وبرهان على أن هذا القرآن من عند الله مصدقا لما بين يديه. هذه صفة عظيمة من صفات القرآن. وهدى، هدى يعني دلالة على الخير، فالقرآن دال على الخير ومحذر من الشر. فالقرآن هو الدليل الذي من استدل به وسار عليه فإنه يفلح ويفوز في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن هدى كما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا القرآن أنزله الله لهداية الناس ودلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر، فهو النور وهو البصيرة وهو الروح. هذا هو القرآن العظيم، هدى لأنه يدل على كل خير ويحذر من كل شر، وهدى وبشرى، بشرى للمؤمنين كما قال تعالى: ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبشرهم، والبشارة هي الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة. الإنسان إذا فرح الإنسان ظهر هذا على بشرته، استنار وجهه وضحك وانبسط، هذه البشرى. وأما إذا بلغه خبر يسوءه ويحزنه ظهر هذا على بشرته في الانقباض وسواد الوجه وضيق الصدر. فالقرآن بشير ونذير، بشير للمؤمنين خاصة، وهدى وبشرى للمؤمنين، خص المؤمنين الذين ينتفعون بهذا القرآن ويعملون به. أما غير المؤمنين فإن هذا القرآن حجة عليهم يوم القيامة، لا يكون لهم عذر عند الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به واهتديت به، أو حجة عليك عند الله سبحانه إذا أعرضت عنه ولم تعمل به، فإنه لا يكون لك عذر عند الله يوم القيامة وقد بلغك القرآن وقرأته وسمعته لكنك لم تهتدي به ولم تعمل به، يكون حجة عليك يوم القيامة، ويكون خصما لك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية
فيها أن من عادى جبريل عليه السلام فقد عاد الله. هي المسألة مقتصرة على جبريل أو على مخلوق، فمن عادى جبريل عاد الله جل وعلا، صار عدوا لله وصار الله عدوا له. من كان عدوا لله، والسبب في هذا أنه عاد جبريل عليه السلام. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. من عادى لي وليا من أولياء الله، جبريل أو غيره، أو ولي من بني آدم من عباد الله الصالحين، من عاد وليا لله فإن الله جل وعلا يعاديه. من كان عدوا لله وملائكته، شوف، من عاد واحدا من الملائكة صار عدوا لكل الملائكة. هذا العجيب، هؤلاء الذين عادوا جبريل صاروا أعداء لكل الملائكة، لأن من عاد ملكا من الملائكة صار عدوا لكل الملائكة، كما أن من عاد نبيا من الأنبياء صار عدوا لكل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، أيضا من عاد جبريل صار عدوا لجميع الرسل، لأن جبريل رسول، جبريل رسول من الله سبحانه وتعالى، رسول ملكي، فمن عاد رسولا ملكيا صار عدوا لكل الملائكة، ومن عاد الله يصطفي من الملائكة رسلا، الملائكة رسل عليهم الصلاة والسلام، فمن عاد رسولا من الملائكة صار عدوا لجميع الرسل من الملائكة، ومن عاد رسولا من البشر صار عدوا لكل البشر، ومن عاد وليا من أولياء الله صار عدوا لكل أولياء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يؤخذ باب الولاء والبراء، يؤخذ باب الولاء والبراء، وأن الإنسان يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله. الولاء والبراء معناها أن تحب أولياء الله وتبغض أعداء الله جل وعلا، هذا هو الولاء والبراء. تحب المؤمنين المتقين وتبغض الكافرين والمشركين، وإلا فإنه لا يستقيم لك دين. إذا كنت لا تحقق الولاء والبراء فإنه ليس لك دين. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إبراهيم عليه السلام كان يستغفر لأبيه، كان في أول الأمر يستغفر لأبيه برا به ورحمة به بوالده، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هذا باب عظيم، باب الولاء والبراء في الإسلام. لا بد الإنسان يكون عنده موالاة وعنده براء، موالاة لأولياء الله المتقين المؤمنين، يحبهم ويألفهم ويأوي إليهم وينصرهم
ويتعاون معهم ويبغض أعداء الله فيبعد عنهم ويعاديهم ويبغضهم وينقطع عنهم تمام الانقطاع من ناحية الدين ومن ناحية العقيدة ويتبرأ منهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الولاء والبغض. وهنا يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله. وش السبب؟ السبب أنهم قالوا جبريل عدونا، فعادوا وليا من أولياء الله، عادوا الروح الأمين جبريل عليه السلام، فصاروا أعداء لله وأعداء لملائكته وأعداء لرسله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. لماذا عطف جبريل وميكال على الملائكة مع أن جبريل وميكال من الملائكة؟ قالوا لبيان فضل هذين الملكين عليهما السلام، لبيان فضلهما خصهما بالذكر وإن كان داخلين في الملائكة تنبيها على فضلهما على سائر الملائكة، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. لماذا ذكر الصلاة الوسطى وهي داخلة في قوله حافظوا على الصلوات؟ لبيان أهمية هذه الصلاة وفضل هذه الصلاة. فكذلك هنا وجبريل وميكال. ثم لاحظوا أيضا أنهم قالوا نحن ما نعادي ميكال، ميكال هو حبيبنا وهو الذي نحبه، ولو كان نزل بالقرآن لاتبعناه. ما قالوا أن نعادي ميكال أو ميكائيل. لماذا ذكره الله مع جبريل؟ لأن من عادى جبريل فقد عادى ميكائيل، كما أنه عادى جميع الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فأنتم تزعمون أنكم تحبون ميكائيل، ولكنكم ببغضكم وعداوتكم لجبريل صار حبكم لميكائيل كذبا وافتراء وباطلا، فإنكم لا تحبون ميكائيل. وإن زعمتم أنكم تحبونه، لأنكم لما أبغضتم وعاديتم جبريل عاديتم ميكائيل من باب أولى، وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه قاعدة عامة، الله عدو للكافرين. وما دام الله عدو للكافرين فإنه لا يليق بمؤمن أن يوالي الكافرين وأن يحب الكافرين. فهذا فيه الولى والبرى واضح تمام الوضوح، إن الله عدو للكافرين. ولم يقل فإن الله عدو لليهود، قال عدو للكافرين ليعم الحكم كل كافر من اليهود والنصارى وغيرهم، وإن كان السبب هم اليهود، لكنه سبحانه عمم الحكم ليبين أن هذا ليس خاصا باليهود، بل إن الله عدو لكل كافر، فيجب على كل مؤمن أن يعادي كل كافر على وجه الأرض. هذه آية عظيمة فيها أسرار وأحكام عظيمة لمن تأملها. فإن الله عدو للكافرين. السبب في عداوة الله لهم ما هي؟ الكفر. عدو للكافرين. الشيء إذا رتب
الحكم إذا رتب على شيء على وصف، الحكم إذا رتب على وصف صار هذا الوصف علة له، كما يقول أهل الأصول. فإن الله عدو للكافرين، العلة التي من أجلها عادى الله الكافرين هي الكفر. إذن كل كافر تجب عداوته، لأنه عدو لله سبحانه، والله عدو له. فلا يليق بمسلم أن يوالي كافرا أو يحب كافرا أو يناصر كافرا، لأنه عدو لله. ما دام عدوا لله فيجب على المؤمن أن يعاديه. فإن الله عدو للكافرين. ثم قال جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أنزلنا إليك أيها الرسول آيات بينات. ما هي؟ القرآن، القرآن العظيم. آيات بينات ما فيها غموض، واضحة، واضحة الدلالة، واضحة المعنى، واضحة الهداية، مشرقة، فيها نور وبرهان، فيها حياة. هذا رد على اليهود الذين تنقصوا القرآن، تنقصوا القرآن، ورد على كل من تنقص القرآن أو قال إن القرآن من كلام البشر، أو قال إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله. هذه الآية رد عليه. لقد أنزلنا، أنزلنا إليك دل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. أنزلنا نا الضمير للعظمة، وهو عائد على الله سبحانه وتعالى. أنزلنا إليك أيها الرسول، فالقرآن منزل من عند الله وليس هو من كلام جبريل الذي يقول اليهود إنه عدو لهم، وإنما هو من عند الله جل وعلا. فالواجب على كل مخلوق أن يؤمن بهذا القرآن، لأنه منزل من عند الله، لا من عند غيره. فأنت إذا آمنت بالقرآن آمنت بالله، وإذا عملت بالقرآن أطعت الله جل وعلا، وإذا أطعت الرسول أطعت الله، لأنه رسول من عند الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وهو القرآن العظيم. وما يكفر بها، أي بهذه الآيات، إلا الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله. لأن الفسق معناه الخروج، الفسق معناه الخروج. فإبليس فاسق لأنه خرج عن طاعة الله، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله عز وجل. والفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت التمرة أو فسقت الثمرة إذا خرجت من أكمامها، إذا خرجت من أكمامها ومن غلافها. فالفسق في اللغة هو الخروج، وقد يكون فسق كفر، وقد يكون فسق معصية. الفسق على قسمين: فسق كفر مثل فسق اليهود، فسق إبليس وفسق الكافرين، هذا فسق كفر والعياذ بالله. وقد يكون فسق معصية دون الكفر،
كالمعاصي، المعاصي كلها فسق، المعاصي كبائرها وصغائرها كلها فسق، لأنها خروج عن طاعة الله. الله جل وعلا يقول: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالفسق ينقسم إلى أكبر وهو الكفر والشرك، وإلى أصغر وهو ما لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان أو ينقص كمال الإيمان، ينقص الإيمان ذاته أو ينقص كمال الإيمان. فإن كانت المعصية كبيرة فإنها تنقص الإيمان، وإن كانت المعصية صغيرة فإنها تنقص كمال الإيمان. وعلى كل حال المعاصي كلها فسق، والفسق يتفاوت. فمن كفر بالقرآن فهذا فسق أكبر، من كفر بالقرآن أو بآية من القرآن أو بكلمة من القرآن أو بحرف من القرآن، من كفر بشيء من القرآن فهو كافر فاسق، الفسق المخرج من الملة والعياذ بالله. وما يكفر بها إلا الفاسقون. فمن كفر بالقرآن أو ببعض القرآن بسورة أو بكلمة، بسورة أو بآية أو بكلمة أو بحرف من القرآن، وقال هذا ما هم من عند الله، هل آيه ما هم من عند الله، هل حرف لا ما هم من عند الله، هذا مزود في الآية ما هم من عند الله، يكفر الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. لأن الله جل وعلا يقول: لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها، أي بهذه الآيات البينات، إما أن يكفر بها كلها وإما أن يكفر ببعضها، ما يكفر بها إلا الفاسقون. وفي مقدمة هؤلاء اليهود الذين كفروا بالقرآن وقالوا: ما نؤمن إلا بما أنزل إلينا، وقالوا ما نؤمن بما نزل به جبريل لأنه عدونا، لأنه عدونا. طيب جبريل إنما هو عبد من عباد الله ورسول ومبلغ عن الله جل وعلا، والكلام كلام الله، فالذي يخالف هذا القرآن لا يكون مخالفا لجبريل، وإنما يكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. والذي يكفر بهذا القرآن لا يكون كافرا بجبريل، وإنما يكون كافرا بالله. والذي يكفر بهذا القرآن لا يضر جبريل عليه السلام، وإنما يضر نفسه، لأن جبريل إنما هو عبد ورسول ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، هو مبلغ عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ البلاغ المبين بأمانة، بلغ ما حمل من عند الله بأمانة، لأنه أمين، الروح الأمين عليه الصلاة والسلام. وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم قال جل وعلا في اليهود: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهد اليهود عهدا نبذه فريق منهم، طرحوه، نبذ، النبذ هو الطرح، طرحوه، اطرحوه وتهاونوا به، هذه من صفات اليهود، الغدر بالعهود وعدم الوفاء بالمواثيق، هذه من صفات اليهود اللازمة لهم في كل زمان ومكان. اليهود مشهورون بالغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق إلى يومنا هذا وإلى الأبد، اليهود لا يفون بعهد، كما تلاحظون الآن ما يصنعه اليهود في هذا العصر، يعاهدون ويحضرون في المؤتمرات الدولية ويتفقون مع الحاضرين ويتعاهدون
لكن عند التنفيذ يتملصون ولا يفون بعهدهم، مثل ما هو الآن في فلسطين. هذه صفة اليهود، لا تستغربوا، يعاهدون في أمريكا أو في أي دولة من الدول، ويوقعون على الاتفاقية بحروفها، ثم إذا جاء التنفيذ تملصوا منها وراوغوا فيها وأجلوا، كما تلاحظون اليوم. هذا مصداق لقوله جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. عاهدوا الله جل وعلا ولم يفوا بعهدهم، عاهدوا رسلهم ولم يفوا بعهدهم، عاهدوا محمدا صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما هاجر محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودعا اليهود إلى الإسلام، فأسلم منهم من هداه الله، والأكثر أبوا أن يسلموا. عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم العهد على أن يقرهم في المدينة، لكن بشرط أن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوء، أن يدافعوا مع المسلمين إذا داهمهم عدو، يدافعون عن المدينة. عاهدوا الرسول على هذا. لما جاء الأحزاب من الكفار غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما غزوا المدينة ونزلوا عند الخندق، خان اليهود، خانوا عهدهم وصاروا مع الكفار ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المؤمنين. العهد الذي عقدوه أمس نقضوه اليوم. هذه صفة اليهود إلى أن تقوم الساعة، إلا من هدى الله منهم، كما قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وقال سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. الله جل وعلا ما عمم الحكم عليهم، لأنه سبحانه عدل في حكمه ولا يظلم أحدا، ولهذا قال: نبذه فريق منهم، ولم يقل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذوه. ما هم كلهم، فيهم ناس أوفياء، الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولا يعم بالحكم كل أحد، وإنما يخص الحكم بمن يستحقه ويستثني منه من لا يستحقه. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أكثرهم، ولم يقل كلهم، لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يؤمن بشريعته ويفي بعهده ولو كان يهوديا. منهم من اليهود من يفي بالعهد، ما هم كلهم، الله جل وعلا لم يعمهم بهذا الحكم ولم يعمهم بالكفر، بل قال: بل أكثرهم لا يؤمنون، والقليل منهم يؤمنون، كما آمن عبد الله بن سلام، وكما آمن غيره من أحبار اليهود وأسلموا وحسن إسلامهم، لكن قليل من يسلم من اليهود، والأكثر لا يسلمون. ولهذا قال: بل أكثرهم لا يؤمنون. نسأل الله العافية. ولما جاءهم رسول من عند الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، رسول من عند الله، شوف، رسول، الرسول هذا مبلغ وواسطة، هو رسول فقط. رسول منين؟
من عند الله، رسول من عند الله، كان الواجب أن يطيعوه وأن يتبعوه لأنه رسول من عند الله، ما هو برسول من عند فلان ولا من عند علان ولا من عند نفسه، بل هو رسول من عند الله، فهو يطاع طاعة لله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، هكذا الرسل، الرسل صفتهم يصدق متأخرهم متقدمهم ويبشر متقدمهم بمتأخرهم، هذه صفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. المتقدمون منهم يبشرون بالمتأخرين، والمتأخرون منهم يصدقون المتقدمين، كما قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، أي جاءهم أحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام، لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، هذا سحر مبين. وصفوا الوحي والقرآن بأنه سحر، والسحر هذا من عمل الشياطين ليس من عند الله عز وجل، قالوا: هذا سحر مبين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وصفه بوصفين عظيمين، بل ثلاثة أوصاف: الوصف الأول أنه رسول ومبلغ فقط، الوصف الثاني أنه من عند الله، رسول من عند الله لا من عند غيره، الوصف الثالث أنه مصدق لما معه من التوراة، جاء بما يوافقها ولم يأتي بما يخالفها، مصدق لما معه. فكان الواجب عليهم أن يؤمنوا به لأنه رسول ولأنه من عند الله ولأنه مصدق لما معه، صدق لما معهم. لكن ماذا حصل منه؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، نبذ أي طرح، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود، أوتوا الكتاب وهو التوراة التي فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذه أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، يقرؤونها ليلا ونهارا، بل كانوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يتوعدون المشركين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يتوعدون المشركين ويقولون: سيبعث نبي في آخر الزمان نكون معه فنقاتلكم ونقتلكم قتل عاد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفوه بالتوراة والإنجيل كفروا به، السبب الحسد والكبر والعياذ بالله، قالوا: كيف نطيع نبي من العرب من بني إسماعيل؟ كان الواجب أن يكون هذا النبي من بني إسحاق من اليهود، إذن صاروا يتبعون هواهم وهم يتبعون ما أنزل الله عز وجل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه، نبذ أي طرح فريق من الذين أوتوا الكتاب، وشوفوا أوتوا الكتاب هذا تعيير لهم، كيف أنهم آتاهم الله الكتاب وصاروا علماء ومع هذا يطرحون كتاب الله؟ ما المراد بكتاب الله الذي طرحوه؟ التوراة،
نبذ فريق من الذين أوتوا، وقال فريق ولم يقل الكل، يعني ما كلهم اتصفوا بهذا الوصف. والله جل وعلا عادل في حكمه لا يظلم أحدا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أي التوراة، كتاب الله أي التوراة التي فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يزعمون أنهم يؤمنون بها ويقولون نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا. أشوفه السوء، حملهم الكبر وحملهم الحسد على أن طرحوا كتابهم الذي بأيديهم والعياذ بالله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، وراء ظهورهم استهانة به واستخفافا به، كأنه الشيء الحقير الذي لا قيمة له، كأنهم لا يعلمون، كأنهم بعملهم هذا ما عندهم علم، كانوا من الجهال مع أنهم علماء وأهل كتاب. فهذا تعيير لهم وتوبيخ لهم، لأن الواجب على العالم أن يعمل بعلمه ولو خالف هواه، أما أن يتبع هواه ولو خالف الكتاب فهذا كأنه لا يعلم، هو الجاهل سواء، بل الجاهل أخف منه، لأن الجاهل ما يدري، وهذا يدري، عصى الله على بصيرة، كأنهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شوف لما نبذوا كتاب الله استعاضوا عنه واستبدلوه بالسحر الذي هو من عمل الشياطين، نبذوا كتاب الله